لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد الكشف عن زوجة حمدي المدهب رئيس نادي الترجي التونسي وتساؤل الجميع عن من هو أبناء حمدي المدهب الذي عرف بشهرته الواسعة والذي انتشر اسمه عن نطاق واسع في الأوان الأخيرة، وهو واحد من أشهر رجال الأعمال في الجمهورية التونسية المعروف بتوليته العديد من المناصب المهمة التي تم تحقيقها من خلال إنجازات واسعة النطاق، مما جعله إحدى الشخصيات المهمة في العالم العربي. وتجدر الإشارة لأنه رئيس الرياضة من خلال موقعنا كالعادة، سنوفيكم بكل التفاصيل عنه. حمدي المدهب من أهم رجال الأعمال في تونس والمعروف بالمناصب الهامة التي شغلها والذي حقق نجاحا كبيرا فيها، فهو يمتلك العديد من الشركات الخاصة وخاصة مجموعة المدهب الاقتصادية والتي تعد واحدة من أكبر الشركات في تونس. وأهم المعلومات المتعلقة بحمدي المدهب هي: حمدي المدهب أو يعرف حمدي المدهب ولد في اليوم الثامن من شهر أبريل لعام 1952، حقق العديد من الإنجازات المهمة والتي جعلته من أشهر الشخصيات التجارية في تونس والوطن العربي. يمتلك ثروة هائلة، شقيقه وصاحب قناة حنا بعد وهو النصر العربية. تزوج حمدي المدهب وأنجب 3 أطفال وأولادهم حمدي المدهب أنجب أحمد المدهب ومحمد علي المدهب ونسرين المدهب، حيث أنجب ابنين وابنة وحيدة. ومن الجدير بالذكر أن حمدي المدهب يمتلك العديد من الشركات الخاصة ونجاحها، حيث ظهر اسمه في كثير مؤخرا وحصل على العديد من الجوائز العالمية. وعمره حمدي المدهب هو يبلغ من عمر 70 عاما.